بنغازي من أبناء بنغازي ومن عدة شرائح من المجتمع يدافعون عن أرضهم وعن عرضهم وعن مدينتهم أمام من تسلط عليهم يريد الحكم والملك والسلطان ويريد أن يعود بأهل ليبيا الاستبداد والحكم القمعي العسكري البغيض. هذا هو الواقع. نحن قد لا ننكر أن هناك ممن يشارك في هذه المعركة من كل الفصائل، كلهم موجودون، لا ننكر هذا، لكن أن تجعل المعركة